في يوم الأم على وجه التحديد لست الحبايب. ينضم إلينا صاحب ومدير معرض الطاهر للأجهزة الكهربائية السيد عبد الجبار الطاهر. يسعد صباحك سيد عبد الجبار. صباحك يا ربي. أهلا وسهلا. حياك تحيات العلم ولطاقم الفجر. أهلا وسهلا فيك. ويعني بسبب يوم الأم هو أنتوا كل فترة بيكون في عروض، بيكون في أشياء حلوة بتنعمل من أجل المواطن، من أجل الأسرة الفلسطينية الكرمية على وجه التحديد، لكن اليوم مميز وأكيد أنتوا من جهتكم بحثتوا عن راحة ست الحبايب. احكي لنا أبرز هذه العروض عندكم من معرض الطاهر، لحتى هيك اللي حابب يجيب جلاية، حابب يجيب نشافة يريح الأمهات، ممكن شغلات أجهزة تيفال، أجهزة بماركات عالمية، كلها متوفرة عندكم أكيد في معرض الطاهر. أكيد تتوفر. بس صبح على كل الأمهات، أمهات المسلمين بخير، بخص بالذكر أمي. طبعا أمهاتنا رمز العطاء والأمور هاي. طبعا نحن بلشنا في عروض لست الحبايب لراحتها بجليات، عمل عروض على الغسلات، على أنواع الماركات. حابين نوفر يعني نريحها ونوفر لها احسن اسعار، نوفر لهم احسن اسعار للامور هاي. نعم. ويعني قد ما نزلنا العروض عملنا عروض، ما الواحد بوفى ست الحبايب الامور هاي. بالتاكيد. وهذا احنا بنحب نذكر انه كل الاجهزه الكهربائيه المتوفره عند معرض الطاهر، مايكروويف، مولينكس، خلاطات، او حتى المكاوي، او ممكن عندنا زي ما حكينا الاجهزه اللي بتعمل على من خلال الكهرباء، الغسالات، الجليات، كلها متوفره عند الطاهر، وهذه ضمن العروض. صحيح سيد صحيح عبد؟ صحيح صحيح موجود. يعني هي احنا حاولنا قدر الامكان نجيب احسن الاسعار رغم ارتفاع الاسعار والمعاناه اللي بنعانيها التجار حاليا. خفضنا احنا مرابحنا وعملنا اكبر خصومات لست الحبايب لعيونها. وعن ما ننسى برضه شهر رمضان احنا جهزنا له اكبر حمله عروض رايحين نبلش فيها قريبا ان شاء الله. جميل جدا. وهون بنحب نذكر انه اجهزه تيفال ومولينكس عليها خصم يصل حتى 60%، نسبه كتير ممتازه، وللناس صحيح. اللي بتحب اكيد تقبل صحيح. وتشتري، وحتى اللي بيحضروا بيوتهم سيد عبد المقبلين على الزواج كمان صحيح. هذه العروض بتشملهم اكيد. هي هاي العروض كم راح تكمل فيها، يعني عيد الام ولغايه شهر رمضان والارسال راح نضل ماشيين على نفس النهج لا أطول فترة ممكن. يعني يا عيني يا عيني، يعني كل السنة عروض أكيد إن شاء الله. الله يديم دائما هذه المعاملة الحسنة والشعور بالمواطن وبالظروف الاقتصادية اللي بعيشها المواطن، وهذا دائما وأبدا نهج عند معرض الطاهر. بس اللي بيسأل عن خدمة التوصيل سيد عبد، متوفر التوصيل مجاني أكيد، واصل عندهم لست البيت للبيت نفسه، ما في أي عليه زيادة بالأسعار. وبنحب نذكر اللي بسمعونا من مختلف المحافظات الثانية، مش بس لطول كرم التوصيل جاهز، كمان لكل مناطق الضفة والقدس والداخل. نعم موجود طبعا في خدمة التوصيل لكل المناطق مع الشركة، احنا متعاقدين معهم أساس يوصلوا لكل الناس. نعم نعم. طيب يعني مش عارفة هو أبو رامي شكله مقبل على شراية جليات، بسأل كيف الجليات ووضعهم، متوفرين بماركات مختلفة، الأسعار تتراوح بين ماذا وماذا؟ احنا ركزنا على ماركات تبقى يعني جودتها عالية، مش يعني ما التزمنا انه نجيب ماركة رخيصة عشان نورجي الناس انه عندنا مش اي كلام شغلات بالضبط. فاتجهنا لماركات ممتازة وحاولنا نوفر فيها افضل سعر موجود قدر الامكان. نعم كل الاحترام والتقدير. وهنا كمان بنركز وبنذكر انه اللي بيشتري الاجهزة الكهربائية من عند معرض الطاهر مش بس بتاخذ الجهاز، وإذا صار في أي إشكالية ما بيكونش في اعتراف من المعرض، على العكس تماما الكفالة موجودة. صحيح؟ أكيد. كفالة الشركة احنا بنعتمد شركات رسمية، وكفالة نحن شخصية أولا وبعدين كفالة الشركة، ما من عمرنا ما قصرنا مع حدا ولا رايحين نبيع حدا لشركة معينة على حساب شركات ثانية. كل الاحترام والتقدير. وبنذكر إنه معرض الطاهر للأجهزة الكهربائية العنوان في طول كرم شارع الحدادين، اليوم يومكم مع بالتأكيد هذا العرض الخيالي والجميل، ريح ست الحبايب واكسب رضاها وعشان راحتها، أكيد خصومات متكررة تصل حتى 60
90% من معرض الطاهر. يعني ريحوها بلا ما انه نضل نجيب هلا حلو الورد وحلو الكيك وحلو هاي الشغلات، بس كمان اللي عنده المقدره يجيب اشياء كهربائيه، اجهزه كهربائيه، ويريح على ست البيت وست الحبايب، ما فيش اي مشكله. اجمالا نتمنى لكم اليوم التوفيق، وان شاء الله يكون استقبال جميل وحافل ومليء بالمحبه من زبائنكم المحبين. سيد عبد الجبار الطاهر من معرض الطاهر للاجهزه الكهربائيه، شكرا جزيل الشكر لك. الله اوجه الله. بس صباحيه للوالده وكلها تروح وترجع بالسلامه طال عمرها يومين، ونتمنى لها السلامه ان شاء الله لامهات المسلمين يا رب. اللهم الله الثاني تخير علينا وعليهم وتدنينا بالسلامه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا على السمع ويسمعوا هالصباحيه وهالامنيات دائما وابدا بكل الصحه والعافيه. مشكور جزيل الشكر، شكرا جزيلا، ونواصل في مشوارنا الصباحي وايضا مع الصباحات ومع المشاركات في هذه اللحظات.